إنا لله وإنا إليه راجعون ورنتي جيري حنون بضن أنا كشخصي أهان آمنة وحنا دحمري أرنتي إجران تهليل وأدنى سعتين سيدة كوب الله بطي إلا هذا ما يشعي مريس سانك بلان قاضي مالنتي وهر رسائي مادين آمنة إيو إجران هو يدد يوغاس كبب وحن بلان قاضي أنا الشاقي إنان أرنتاس قدو قلايو هدي أي إجارسيسو بلان أيان واغاس قاضي ولين هو كتاقنا هاي لكن والله إيقاق بحي داد بادن أيا إيقاق بحي داقال كاسمر كان باللابي داد بادن أيا كسو قبق بيي ورقا كالعلي يعني مدحوين فرماجو ماهين تارغت كينا مدحوين فرماجو ايوحو أها داد كي فالكاس جيستي إقران تهليل وي آمين عدالة دور رادين يسي إن محكم الله صارو لكن والا السياسة دي مانا كهاري إنو هدو الله سبحانه وتعالى إدمو وحن كلو آمن سنة هاي سيدا نو آمن سنة هاي إن آن عوضة بدي منكرو إن آمنة قعنتك قردران إيد شيء إهد قعنتي إكران قدن بيسي صببتها الساس أولايا هاي صببتها الساس أولايا وحكا لماهن ولالكي علي قدلاوي صبحي دويدو إسوا وعي وإسقلافين قدوميها سيد هرشا غالي كاسو دوني إن كراستا وحرناتو وداد قوني أهل الله سيو مركو ولالكي مدحويني قود لابي أقبالي إن كراستا سلافرو وإن إلا السوحريري قربنا إن كسيي إن ننكاس اللي بدلو وحا إسلام مركي آني مدحويني قود لابي كود هذا اللي فروتان كيس كاس إي آمين إي كميتا هاي إن دباتا إيسو غاري دونت إلاها إيقا سرريو ساعدة صبح ساعات كير كدب مسجاء يا يسوع دعوة هيا اللي ليه هاي كرسي جاس آمنة فرتان كفرتان بابي وجدة ولا هذا هاي لكن واوحة كهش علي قول له ويرهير شبيلا واسك علينا هنا هذا كان واسك كعلينا وهايا مسجك وأودي منا وأودي من دونا هدو الله سبحانه وتعالى يدمو آمنة ولا شهد dadkii ka dambeeyay ilaahay waxaan ka barayaa waa isku dayay xoog iyo awood intaan leeyahay inaan wax kaga qabto laakiin waxa ka guuleysan inaa hadduu Alla subhanahu wa ta'ala idmo wa nool yihiin kuwii qarashka ku bixiyay ninkii aamino isku qarxiyay ee ka soo waday dhulkaad aragteen ee keenay hiiraan baladweyne wa nool yihiin kuwii abaabulay way nool yihiin kuwii lacagta ku bixiyay laakiin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala wuu ka soo saaraya xaqqa darada ay galeen haddii Allah subhanahu wa ta'ala idmo mana ka harayno inta noolahay waxaan idin sheegayaa xilliga doorashada lagu jira waxaad moodaa in aan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaarkood ay taagan tahay adkaygii ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo u dhigayo 14ka abril ama naqtigaas ama ka hor inaan soo gabagabeyno dhaarinta baarlamaanka haddii Alla subhanahu wa ta'ala idmo markaas ayaan guuleysan doonaa inta dambiga gashayna markaas aan la xisaabtami doonaa haddii Alla subhanahu wa ta'ala idmo waxaan idin sheegayaa xaqqaas oo ah inaan ka maro dhalino ka roble risul zarahan Alla subhanahu wa ta'ala hortisa in ka kareya way ga go'an tahay waan u dhimanaya cid kasto isku daydo in ay handado cawada raal laga meen inaan soo baxo insha Allah waan guulaysanayna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.